بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه نستكمل مع بعض برنامجكم قصص خالده ومع قصه خالده جديده وهي قصه خلق ابونا ادم عليه السلام لما خلق الله عز وجل ادم عليه السلام مسح على ظهره بيده الكريمه فظهرت كل ذريه ادم عليه السلام لما اقول لك كل ذريه ادم اتكلم حرفيا يعني انا وانت وانت والانبياء والرسل والمسيح الدجال وكل البشريه الى يوم القيامه كلنا ظهرنا على ظهر ادم عليه السلام فالله عز وجل سالهم سؤال واحد سال جميع البشريه سؤال واحد واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم سؤال بسيط تشهدوا اني انا ربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. بعض الناس ممكن يقول لك انا ما اتذكر اني سالت ولا اتذكر اني انا ظهرت على ظهر ادم ولا اتذكر الموقف هذا كله اساسا. بعضهم حتى ينكر هذا الموقف. يا جماعه هذا الموقف حصل لا محاله. تنكر ما تنكر بطريقتك، هذا حصل لا محاله. طيب ليش الله عز وجل مسح هذا الموقف من عقولنا؟ ليش انا وانتم اليوم ما نتذكر الموقف هذا تماما؟ عشان ببساطه نخوض الامتحان. الدنيا عباره عن امتحان، اختبار. لو كنا نتذكر هذا الموقف، ما صار امتحان، خلاص احنا شاهدين ان الله عز وجل وانتهينا. يعني اضرب لكم مثال عشان اوضح لكم اكثر. يقدر الطالب يذاكر طول السنه ولما يجي يخش الاختبار ياخذ معاه الكتاب؟ فين الامتحان ما صار امتحان لازم يترك الكتاب على جنبه ويخش الامتحان عشان يصير اختبار حقيقي نفس الطريقه الله عز وجل مسح هذا الموقف من عقولنا ما نتذكره تماما عشان نخوض الامتحان اللي هو دار الدنيا في هذا الموقف بعض الناس شهدوا ان الله عز وجل ربهم والبعض الاخر كفروا بالله من اللحظه الاولى من هذا الموقف بناء على هذا الموقف، بناء على هذه الشهاده الناس صاروا في الدنيا مسلمين وكفار. يعني مو زي خلقه الانسان. احنا قلنا في الحلقه السابقه انه بعض الناس تلقاه اسود واللي اسمر واللي اصفر واللي احمر او تلقى طباعهم هذا هادئ هذا فرفوش هذا نكدي بناء على طينه الارض. اما مسلم وكافر ليس بناء على طينه الارض وانما بناء على هذا الموقف. طيب ايش الدليل انه في بعض الناس انكروا ان الله ربهم من اللحظه الاولى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يقول الله لاهون اهل النار عذابا يوم القيامه الله عز وجل يجيب اقل واحد عذاب في النار ويساله سؤال لو كان لك ما في الارض اكنت تفتدي به لو عندك ملك الارض كلها كل الدنيا هذه تضحي به بس عشان تخرج من جهنم فيقول نعم فيقول الله عز وجل: أردت منك أهون من هذا في صلب آدم يعني من اللحظة الأولى ألا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي. بعد هذا الموقف العظيم الله عز وجل أمر إبليس إنه يسجد لآدم عليه السلام سجود تشريف وتكريم وليس سجود عبادة. زي ما إخوان يوسف سجدوا ليوسف سجود تكريم وتشريف. طبعا هذا الشيء محرم الان ما نسجد لبعض وانتهينا ابليس رفض طيب سؤال مين اللي وسوس لابليس في احد وسوس يعني في شيطان وسوس لابليس وقال له لا تسجد وبعد كده ما سجد وصار ابليس هو نفسه شيطان ولا ايش القضيه بالضبط ببساطه ما في احد وسوس له هو الذي ابى هو الذي استكبر عجب غرور قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين انا هو الذي ابى يعني هو اللي إيش كبره وغروره ما سمح له ان هو يسجد لادم عليه السلام الرسول عليه الصلاه والسلام قال لما مسح الله عز وجل على ظهر ادم عليه السلام ظهرت كل كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه جميع البشريه ظهروا على ظهر ادم فالله عز وجل عرضهم على ادم عليه السلام يعني أبونا آدم عليه السلام شافنا كلنا ووضع الله بين عيني كل إنسان وميضا لما شافنا آدم عليه السلام شاف كل البشرية وكل واحد بين عيونه نور وميض واحد منهم كان النور حقه جميل جدا وساطع فآدم عليه السلام سأل الله عز وجل يا ربي من هذا فقال له هذا داود اللي هو نبي الله داود عليه السلام كان نوره ساطع جدا باين في وجهه فأعجب فيه آدم عليه السلام وسأل مين هو فقال له هذا داود عليه السلام فآدم عليه السلام سأل الله عز وجل يا ربي كم جعلت له عمرا كم حيعيش في الدنيا فالله عز وجل قال له ستين سنة فآدم عليه السلام قال يا رب خذ من عمري أربعين سنة وزيدها على عمره بس عشان يبلغ المية يعني يصير عمره مية سنة في الدنيا بعد ما أكل آدم عليه السلام من الشجرة وأهبط إلى الدنيا بدأ يحسب عمره هو عارف عمره كم فبدأ يحسب عمره لما جاء ملك الموت يقبض روح آدم عليه السلام فآدم عليه السلام قال باقي من عمري أربعين سنة لس يعني ليه جاي تقبض روحي دحين لسه في أربعين سنة قال ملك الموت ذكره قال له ألست ألم تعطها ابنك داود الأربعين سنة هذه أنت قلت طلبت من الله أنه يعطيها ابنك داود قال عليه الصلاة والسلام فجحد آدم فجحدت ذريته عشان آدم عليه السلام أنكر في هذه اللحظة فصار من طبع الإنسان الجحود وأنه ينكر لا أنا ما سويت كذا ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته صار من طبع الإنسان ينسى لأنه آدم عليه السلام نسي وخطئ آدم فخطئت ذريته صار الإنسان يخطئ زي ما آدم عليه السلام أخطأ في المرة الأولى الله عز وجل أسكن آدم عليه السلام في الجنة تخيلوا يا جماعة الجنة فيها متع يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر شيء ما يتصور عقل آدم عليه السلام مع المتع هذه كلها استوحش حس بالوحشة حس بالوحدة حس انه المتعه هذه كلها ناقصه في شيء ناقص ما جعل لكل هذه المتعه طعم الله عز وجل القادر قادر انه يخلق لادم عليه السلام كل يوم متعه جديده الى ما لا نهايه كل يوم متع كل يوم متع مختلفه عن اليوم اللي قبله لكن الله سبحانه وتعالى ما خلق لادم عليه السلام متعة قديش لا تعد ولا تحصى خلق امراه واحده فقط امراه يا جماعه مخلوق واحد زوجه اسمها حواء امنا حواء عليها السلام خلقها الله عز وجل من ضلع ادم عليه السلام الاعوج يعني اعوج الضلع اعلاه اول ضلع هنا في جسم الانسان هو اعوج ضلع بعض الناس للاسف يعاير النساء بهذا الموضوع انتم مخلوقين من ضلع اعوج انتم كده معوجين وهذا فهم خاطئ تماما ايش هو الاعوجاج المقصود ايش هو اعوجاج المراه اعوجاج المراه يا جماعه هي البراءه الطفوله العاطفه ببساطه الاشياء النقيضه منك يا رجل الاشياء اللي ما هي موجوده فيك يا رجل هذه الاشياء اللي احيانا نعاير بها زوجاتنا هي التي جعلت للجنه ومتع الجنه طعم اخر. صار للجنه معنى، قيمه جوهريه، قيمه حقيقيه، وادم عليه السلام ذهبت عنه الوحشه. اثناء هذه البراءه، اثناء هذا الجمال، اثناء هذا ال... هذه المتعه الكامله، ادم وحواء ما يعرفوا شيء اسمه كذب، ما يعرفوا شيء اسمه سب شتم، ما يعرفوا حاجه، براءه تامه. جاء أساس دمار أساس الدمار أساس الوسوسة أساس الخراب أساس كل شيء سيء إبليس إيش الشيء الوحيد اللي الله عز وجل منعه عن آدم وحواء الله سبحانه وتعالى أمر آدم وحواء إنهما الجنة هذه كلها لكم كل متع الجنة سووا اللي تبغوه كلهم مما تشاء اللي تبغى تاكل اللي تبغى تشرب كل المتعة هذه لك إلا شيء واحد إيش هو الجنة هذه الا شجرة واحدة. يقال انها هي شجرة الحنطة والله اعلم. ايا كان نوع الشجرة مو مهم، المهم انه في شجرة معينة محددة منعوا من الاكل منها. فجاء ابليس وسوس لادم وحواء عليهم السلام انهم ياكلوا من هذه الشجرة وابغاكم تفهموا شيء. يعني ما شافوا في حياتهم سوء. ما يعرفوا شيء اسمه كذب، وسوسة، عارفين انه هو عدو، الله عز وجل اخبرهم انه عدو بس ما هم عارفين ومتخيلين ايش هي العداوه. ما شاف براءة تامة. فلما جاء وسوس لهم ابليس انهم ياكلوا من هذه الشجرة، مو بس وسوس لهم "وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين" يعني وسوس لهم قال لهم كلوا من الشجرة وأقسم لهم حلف لهم انه هو ناصح لهم وهم بريئين ما يعرفوا كذب. ما شافوا وسوسة في حياتهم. تصدقوه بطبيعه الحال واكلوا من الشجره بمجرد ما اكلوا منها بدت لهما سواتهما طاحت ملابسهم وصاروا عرايا امام بعض على طول على طول يا جماعه ادم عليه السلام تاب الى الله هذا طبع البشر احنا بشر يا جماعه نخطئ نصيب نقصر لكن في نفس لوامه لمجرد ما ادم عليه السلام ارتكب هذه الخطيئة تاب إلى الله عز وجل، والله تاب عليه. لاحظوا ابليس ايش سوى؟ ما تاب، ما في كبره وغروره يعني يفوق الوصف. ما عنده ما ما يبغى اصلا، ما عنده الرغبة في انه يتوب. ادم عليه السلام بمجرد ما تاب، تاب الله عليه. قل اهبطوا منها جميعا. يا ابليس ويا ادم ويا حواء. أهبطوا من الجنة إلى الأرض عشان تبدأوا تكابدوا التعب الحياة ال ال خلاص يعني تبدأوا في هذا الامتحان العظيم اللي يكون منكم صالح حيرجع إلى الجنة أسأل الله أن يجعلنا من الصالحين أن نجتمع جميعا في الجنة يا كريم واللي حيكون فاسق وفاسد حيروح إلى النار بسبب أعماله واختياراته حواء عليه السلام كانت تحمل وتولد في كل بطن تحمل وتولد اثنين ذكر وانثى والله عز وجل يعني في شريعة آدم عليه السلام أجاز له أنه هو يزوج الذكر اللي في البطن الأولى من الأنثى اللي في البطن الثانية واضح؟ طبعا هذا الموضوع الآن محرم لكن كان في ضرورة حياتية عشان لا تبيد البشرية لازم عشان في استمرار للبشرية لازم يصير كده ففي البطن الأولى ولد قابيل مع بنت وفي البطن الثانيه ولد هابيل مع بنت ادم عليه السلام كان يبغى يزوج قابيل من البنت اللي مع هابيل وهابيل من البنت اللي مع قابيل لكن قابيل رفض لانه البنت اللي ولدت مع قابيل اللي في نفس البطن كانت جميله جدا وقابيل يبغاها لنفسه فرفض بشده في هذه اللحظه الله عز وجل يعني امر ادم عليه السلام انه يامر ابناءه قابيل وهابيل انهم يقربوا قربان الى الله عز وجل. اي قربان. قابيل كان مزارع. وهابيل كان راعي. فهابيل الصالح منهم قدم يعني افضل ما عنده من الحيوانات. سمين ومليء باللحم واطيب ما عنده. وقابيل قدم حزمه كده ايه من الزرع لانه هو مزارع رديئه من ارد ما عنده القربان عشان يتقبل في ذاك الزمان كان تنزل نار من السماء فتاكل القربان القربان اللي تاكله النار هذا الله تقبله واذا ما نزلت نار اكلت القربان معناته الله عز وجل ما تقبل هذا القربان فنزلت نار من السماء واكلت قربان هابيل وتقبل الله عز وجل قام قابيل اللي ما تقبل قربانه هدد اخوه هدد هابيل انه حيقتله قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين وبالفعل قابيل قتل هابيل بعد كده النفس اللوامه اشتغلت دائما احنا نلوم نفسنا بعد المصيبه قابيل صار لايم نفسه وصار كيف سويت كده وصار محتار ايش يسوي في جثه اخوه الحياه كلها بتاخذ انطباعها يعني بيتعلموا كيف الدفن وكيف ال... كل هذه الامور كانت لسه في بداياتها فاول عمليه قتل تصير في الانسانيه مو عارف ايش يسوي في الجثه صار محتار وندمان فالله عز وجل ارسل غرابين الطير المعروف الغراب غرابين ارسلهم وصاروا يتقاتلوا مع بعض يتشاجروا قدام قابيل صار شايفهم فواحد من الغربان قتل الثاني وبعد كده أخذ جثته وحفر حفر حفر الأرض ودفن الغراب وغطاه بالتراب لما قابيل شاف الغرابين ندم وقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ودفن هابيل استمرت سنة الله في الأرض بعد آدم عليه السلام وبعث نبيه شيث ابن آدم عليه السلام واستلم امور العباد يعلمهم امور العبادات العاديه ويعلمهم الزراعه الحصاد الامور الطبيعيه بعد جاء ادريس عليه السلام ادريس مصدر الكلمه او الاسم من الدراسه من العلم ادريس عليه السلام هو اول من خط بالقلم من البشر وقبضت روح ادريس عليه السلام في السماء الرابعه عشان كذا قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا في ليلة الإسراء والمعراج الرسول عليه الصلاة والسلام شاف إدريس عليه السلام في السماء الرابعة ورحب بالرسول عليه الصلاة والسلام ودعاله واستمرت البشرية بشكل طبيعي ألين يا جماعة بدأت عبادة الأصنام من آدم عليه السلام إلى فترة طويلة جدا ألف سنة ما عبدت الأصنام؟ كيف بدأت عبادة الأصنام؟ كيف عرفوها البشر؟ هذا اللي حنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.